مساكم الله بالخير. اليوم مثل ما عودناكم دائما ضيوفنا عندنا لهم مزايا ولهم شيء مختلف. اليوم ضيفنا عبد الكريم العنزي، السفير سفير المعوقين، وهو اعلامي، مذيع، كاتب، شاعر، متعدد المواهب. فنحييك ونقول لك حيا هلا وسهلا. حبيب قلبي ابو داود، مساك الله بالخير، ويعني اقدم لك تحيه ولجمهورك الحلو عبر نقصه القصار. الله يسلمك. واقول لهم لا جيت بذكر للملا ووصف انسان. انسان. مهما ذكرت الوصف فايق للابصار. يكفي بانه صار للطيبه عنوان هذه السنه شوفوه في نقصه القصار. تسلم، صح لسانك حبيبي، تسلم. هاي صدق مفاجاه حلوه. وبعدين قال لي الله يطول لي عمره اخوي عبد الكريم انه اليوم في نقصه القصار بيعلن لنا عن شيء، واشوفه ماسك شيء في دينه. انا طال عمرك وجهك خير. الله يسلمك. اي والله قبل فتره يوم استضفتني ابشرك اخذت ماجستير في الاعلام والصحافه. ما شاء الله. وهذه رسالتي في الماجستير بعنوان اتجاهات الاعلاميين الكويتيين نحو معالجة قضايا ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام الكويتي. وأنا أتشرف أني أهديك إياها على الهواء. إي والله يا أبو داود يطول عمرك. هذا الوسام اللي إحنا نتمناه. ماكو حدود للطموح. صحيح. لا حد يقول أنا ما أقدر ولا ما أعبر ولا شيء. شوفوا يعني مع الإعاقة ما ضر أبدا، وأنا دائما أتابعه لأنه يروح من مكان لمكان بسيارته الخاصة، الكويت، السعودية، البحرين، الإمارات، قطر. ما شاء الله عليك، الله يحفظك إن شاء الله، يعطيك الصحة والعافية. روحك معاي أبو داود. ودائما أنا شو أقول يا بطل، احصد ذهب، حقق نصر، حطم رقم، اكتب على صدر الزمن كلمة معاق يعني نعم. نعم. سجل على صدر الزمن، حنا مفاخر للأمم، حنا مبادئ للقيم، حنا القيم وأهل الشيم، رغم أننا نفقد ذراع، نفقد بصر، نفقد قدم، لكن بقى فينا الامل، كل الامل لنا طعم. سبحان الله، صح لسانك حبيبي على هالكلام الحلو. عشان اقول لكم ماكو حدود للبشر ابدا، ولاكو شيء يعيق بنادم. بنادم بدام انه عنده الطموح يوصل لاعلى المراتب. صحيح. احنا تذكرون المواسم اللي فاتت، لازم كل موسم يكون في طبخه غريبه الناس يا اما ما تاكلها او انه عفى عليها الدهر، بس عندنا بالكويت شيء متحفظين من ناحيته وهو الارنب. انزين الارنب. وانا اسولف مع عبد الكريم قال لي الله من يحصل الحين ارانب؟ انا قلت له الساعه الف مبارك، وسوينا الارانب المره اللي فاتت وعجبوه. فالحين بنسوي لكم، بنطبخ لنا ارانب على الهواء بنسويهم، ومع الارانب ما حصلنا الحمام، حصلنا الفري، بنسوي الفري مع الحمام. طبعا هذا الفري احنا ماخذين نموذج ثلاث، بس في 30 داخل. ما شاء الله، بيت الخير يا عمران دائما. الله يسلمك. سلم امرك حبيبي. الحين بخلي اخوي عبد الكريم ياخذ راحته، وانا بعد لكم الوصفه بالراحه، بقول لكم ايش بنسوي. هذه تنفع حتى حق اهل الصيد اللي بيروحون يصيدون، اللي يصيدون الارانب والفري. القوانيص. نعم، حق اهل المقناص. واحنا اليوم بنوريكم اياها على طريقتنا، وان شاء الله تعجبكم، وبضيافه الله يسلمه اخوي عبد الكريم الاعلامي المعروف. الله يحفظك. الله يسلمك. تسلم. تفضل الحين ارد لكم عشان نعطيكم الوصفه. ردينا مره ثانيه، بغيت عبد الكريم يرتاح بالبراد، قال لي لا يبا انا بقعد بطم وياك هني. قلت الساعه الف مباركه، فهو بيرد علي. يا جماعه احد يحصل له الوجه السمع يا حبيب قلبي ويوخر؟ والله ما هو حتى بعد الحلقه بظل قاعد معاه. الساعه الف مباركه حبيبي. سلمك. انا قلت لكم بسوي الارنب. احنا طريقه الارنب خاصه حق اللي رايحين في البر، الماي نسلق فيه الارنب، وطبعا هالارانب مو مثلج. هذا اليوم رحت الفير انا المزرعه عندي في الشاليه، وجبت ارانب فريش انا ذابحهم ومسنعهم وجايبهم. فيعني لا تخافون هذا الارنب. رباوه يعني ما شاء الله. نعم، رباوه ما في زفره. نعم. على طول بننزلهم بالماي الحار. كنا قاعد نسلق الدياي، وهو تقريبا مقارب طعمه للدياي. وداود صدق لحم الارنب يقولون يطول شوي عن الدياي بالطباخ شوي، بعض اذا كان عمره كبير، وخاصه ارنب الصيد. اما ارنب الربوه في البيت لا، لان احنا ناخذهم صغيرات. على طول بنحط فوقه شويه بصل، لان انا ضامن هذا ما في زفره، مغسول عدل ومنقع. شويه بصيلات وشويه طماط وبهارات، اللي هي البهارات العدله، فلفل اسود، هيل، ورق الغار، دارسين، شوية مسمار، وأنا طبعا الستار ما استغني عنه، لازم الستار عدل. ولا عدل، لأن هذه اللي هي أصل الطبخة عندها المصرفة، لازم مستكة شوي، بيبة مستكة
ونخليه يطبخ، ما نملحه من اول شيء، ننظر عليه لين بدا من نضيان ملحنا. كذي ما عليه الا العافيه. سلق الحين. بس الحين ينسلق سلق. طول ما هو ينسلق الارنب بقول لكم احنا عندنا اكله ثانيه، فعلى ما يستوي الارنب عندنا دور الفري. الفري هذا الفري. زين؟ الفري هذه طريقه ام احمد. الله يسلمها. واحدة من معارفنا قالت لسليمان الفري ما نحط له شيء غير الهيل وفلفل اسود والدارسين. ما نحط اي شيء ثاني يعني اي مطيبات ثانيه وطبعا ملح، فالملح هني يمي. وداود الكلام هذا ينطبق على الحمام بعد نفس الشيء. اي قالت لي انا الحمام والفري نفس الطريقه اسوي. فهذه الطريقه. فاحنا على طول تعالي كماري حطينا شويه ملح عليه وشويه لا مو من هذا شويه هيل وفلفل اسود ودارسين. الحين كماري بتفركه كله عدل. بقول لكم انا عن طريقه الحشوه. تعالي خليك يمي. ايوه ايوه تمام. داود حتى ابهاراتك تبارك الرحمن شهي حبيبي، منظرهم كذي يفتح النفس. سالف مبارك الله يحفظك. حشوه الفري انا بفتح لكم هني البوتاجاز هذا اللي جنبي. شوفوا يا جماعه هو عيش، العيش المصري عدل وشويه بصل راح نحمره هني تحمير العادي اللي هو تحمير البصل مع شويه زيت ونفس البهارات اللي هي استخدمناها. فانا الحين بس بوريكم كذي لان انا اوريدي مسويه موجود الحشو عندي عشان ما ياخذ وقت، لان ياخذ وقت حماس البصل. نعطيه شويه زيت، هذا الزيت أنا بالعمالة حطيت كمية قليلة. بيقولوا لي المقادير، المقادير كثر ما عندكم، يعني أنا حاشي 30 فرية، مو غير اللي بيحشي ثلاث. أبو داود إذا لاحظت هالسنة ما شاء الله تبارك الله برنامجك نعم اختلف بتوجيه الرسالة أيضاً. نعم يعني غير أنه برنامج طباخ حمل رسالة إنسانية. والله يا حبيبي هالكلام اللي تقوله صح، لأن احنا صار لنا ثلاث مواسم نستضيف المشاهير صحيح. والممثلين والمغنين يعني الناس المشهورين وناسين فئه من المجتمع اللي هي كل بيت ما يخلى منها ذوي الاعاقه، ناس هذا انا افتخر فيهم ما لازم اخشهم لان راح يطلع منهم نوابغ يعني كتاب وعلماء ومهندسين ومحامين. انا شيء السنه الناس ما هي عارفه تقول لي ابو داود، قلت لا احنا السنه كل برنامجنا موجه الى الفئه هذه عشان يكمل التواصل بيننا وبين الكل. بيض الله وجهك. صراحه وهذه الرساله الانسانيه العظيمه اللي يعني فعلا عطت جماليه اضافت جماليه ايضا لهذا الطرح. هذا ونضيف له شويه العيش ونضيف له شويه ماي وياه عشان يعطينا الحشوه اللي بوريكم اياها الحين تكون جاهزه كاهي. طبعا الريحه الخنينيه يا جماعه من الحين بدها تطلع صراحه ما لومك، التصوير غير شوف العين. راح يطلع عندكم هذا الناتج اللي هو البصل مع العيش مع البهارات اللي حطيناها. طبعا بدام ضيفنا غالي ضيف لها مكسرات البيذان واللوز والصنوبر او الشرايح اللوز، هذا كماري راح نخلطه مع بعض يبا عشان تحشين فيه. انا اسوي لكم هذه. انا سميته سليمان قصار حبيب الكويتيين. حبيب قلبي والله العظيم حبيب الكويت، لان في يعني فيك من نكهه الكويت القديمه يا بعد ما زلت محافظ على التراث الجميل. وداود فعلا والله يعني انا قاعد ارصد اراء الجمهور برا واشوف نعم. متابعينك وايد عاشقين فيك هالنكهه الكويتيه القديمه. النكهه احنا لان برنامجنا على السجيه صحيح ما في تكلف. شفتوا الحين شويه حمرنا هذا العيش، نضيف له شويه ماي مو وايد عشان يستوي نص سوى. الحين راح يشرب مايه ويغدي عندنا مثل هذا. طلعت ريحته طبعا. الله والله ريحه صراحه فعلا خنينيه. اي نعم. فانا الحين ما راح اكمل في هذا لانه خلاص هذا اشيله عنكم. وبستخدم بسوي شيء جديد اللي هو التقليه اللي بنسويها حق الارانب. التقليه. بنسوي تقليه بهي بصل وطماط ومعجون وشويه بهارات عشان نسقط فيها الارانب عقب ما نقلي ونخلي هذا على كتر غير الارنب الثاني. يعني هذه طريقه ثانيه. اي طريقه ثانيه عشان نعطيكم، ما نبي نقول والله بس فاحم وحطهم، لا نبي شيء اللي هو شيء يعبي الراس يعجبكم. نعم. فنرد لكم بعد شوي عشان نجهز شغلنا على ما يحمل جدر.
الحين هذه كمار يشوفوا حشة الفري على طول، ما في شيء غير الدالسين والهيل والفلفل الأسود والحشو داخل. نعم بنقليه هني بس تحمل يطشر عليك. أنا لمزها بمقطات عشان أنا تطشر. خليه يتقلى على راحته، لازم نبي حمر، وتالي بقول لكم شو نسوي فيه. هذا الأرنب عندنا استوى، أعطيني كماري الصحن. نشيل فيه الأرنب، شوف شلون متهتي. الحين ايش بتحط عليه كماري؟ حط عليه الدارسين والهيل عشان تقلي. بسم الله، شوف شوف ما شاء الله تقطع نبه واحده. نعم ذايب ذايب ما شاء الله. اي حطي عليه دارسين هيل عشان تقلينه وتجيب النية. بنشوف هني الفري، شري هذا الصحن بابا خلاص. عندي هذا الماي الستوك مال الارنب اللي احنا بنسوي فيه العيش، عدل؟ بنسوي فيه العيش الحين. الماي اللي انسلق فيه اللي انسلق فيه. اول شيء بنحط لنا شويه زبده هني، زبده عندنا الزبده السايحه. هذا اللي هو جدر البخار ابو داود. نعم جدر البخار هذا، هذا الجدر على قولتهم رايس كوكر. لا مو الضغط، مو الضغط، لا لا هذا جدر عادي، هذا حق بس عشان يسوي العيش. ايوه احنا نستفيد منه حق تسويه العيش. قفشه يبي يتحمر، بدا يتحمر. لما يتحمر عشان بوريكم ايش بنسوي هني. الحين بس عندي هذا الماي الحار قهوه طابخ. شخلي منكم على العيش كماري على ما تشخل العيش وتسمي عليه وتدادي عليه وانا انطر. يلا خلي يروح عنا الماي مره واحده. ايوه عندي انا هني اليوم لان ضيفنا غير، الله يحفظك، ضيفنا حبيب، فمسوين هذه الشعريه ومسوين هذا لسان العصفور. العمر طويل. يصير الشعريه ولسان العصفور مقلينهم طبعا شويه قبل بالزبده، كلكم عارفين الطريقه. وياهم حبيت فيك شغله بطباخك ابو داوود، بدايه الطبخ عندك حبيبي تبارك الرحمن، وهذا اللي معطيك نفس حلو بالطبخ، تسمي على كل شغله. نعم ما شاء الله عليك. الله يبارك فيها. اي والله نعم، يعني هذه تقريبا كانت مع الاولين ترى، بدات تختفي. يوم تحط الملح بسم الله، يوم تحط البهار بسم الله، كله ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. اي والله اللي يقول لك العيشه بدال واحده تصير 10. والله صادق البركه سبحان الله. ما يبي له اي شيء، لفيناه بشويه الزبده هذه اللي حطيناها، ولا ننسى الفري الله يتحرك. ايوه الحين تشوف العيش نص سوى حطيناه، لكن الحين بوريكم ايش بنسوي في الطريقه مالته. طبعا انا ضفت الملح حقه لان اول ما استوى ضفنا له الملح، وبالتالي نشوف اذا الملح زود حطه فوق العيش على طول. لا ابو داود انا هذا الشعر متوجه للطباخ خلاص. الساعه المباركه. الله يبارك فيك. صراحه يشوق. حبيبي. بس ونخليه يترسى على راحته، الحين يطبخ بس اذوق ملحته اذا يبي له ملح زود. ترى راح يطلع لنا العيش، هذا قال لي عداه. انا متتبلت بعد. ايوه. بس خلينا نشوف ملحته. بسم الله. ما يبي لها اي شيء. ما عليك كلام. ما عليك. هذه مو مالته، هذه مالته. خله على راحته، وهذا شفناه شلون تحمر، عندنا الفري هني. اللي بنوريكم بس شلون الطريقة اللي نسوي. الردة نردهم مع اخواتهم. هذول مقليين خالصين. اها. ما شاء الله يعجبني ابو داوود انه دقيق تبارك الرحمن، كل شيء يحب ادق التفاصيل حبيب. وهذا الفن الصح، ان الانسان بكل شغله يشتغلها حبيب لازم يشيك على التفاصيل. الله يحفظك ابو داوود، والله شغلك حلو حبيب قلبي. اي والله ما شاء الله.
انا دائما اتابع عبد الكريم لما يقول القصايد وهو يتمشى بالسياره مسافر من ديره لديره. طول عمرك. شيء يعني ما شاء الله شو يقول ما اطرب عمري. الله يحفظك. وفيك هالقصة هي غزليه هي مديح شيء عجيب. داود متابعتك لي شرف حبيب والله. قلبي والله. الحين ما يبي له شيء، على طول عندنا ناخذ نص كوب ماي. وين الماي الحار يبا؟ دله دله الماي الحار. ردكم بقى شوي على باكوماري تقلب وتجيب دله الماي الحار من داخل. خذينا ماي حار يا جماعه وحطينا فيه مكعب، مكعبات النكهه اللي هما مال الدياي مال اللحم مال الخضر اللي تحبونه. شوفوا نص كوب على هال عقب ما تحمر الفري عدل فوقه عشان يكمل سواه، وعلى نار هاديه وقضى الله اللازم. انا لاحظتك ابو داود حطيت حديده بين النار وبين عشان تهدي عليه عشان على نار هاديه ياخذ وطبعا اللي يبي بالفرن على راحته. حلو الحال. احنا شنو الطريقه؟ شويه زعفران عشان يعطي النكهه اللي احنا نبيها، النكهه الكويتيه. وتقدرون تسوونه من غير، بس انا حبيته من ام احمد الله يسلمها اللي جابت لي اياها الطريقه كذي. وسلامه عمركم. هالطبق تقريبا جاهز. طبعا الحين بسوي شنو؟ بسوي التقليه هنا عندي. حميت الجدر عندي، على طول عندي الزيت اللي قليت فيه المكسرات اللي بزين فيه. احط شويه زيت. التقليه اللي هي شو بالضبط؟ هذه يعني تقليه الطماط مع الكزبر مع البهارات وشويه البصل، هذا البصل. طبعا كل ناس لهم نوع معين، هي خلينا نقول كانها دقوس مطور. اوكي. بس بننزل فيها الفصيصات الارانب راح تقليهم كماري، بس يحمر شوي، نعطيه من هالبهارات اللي عندي هني، شويه بهار مخلوط، شويه كركم، شويه دارسين، شويه هيل. عدل؟ حلو. بس ينكه فيه شويه. هذا ما يدور الطماط لا. الحين الحين ان شاء الله. بس احنا كنا بنحط المقطع، قلنا ايش حق المقطع يطول، فطحنا فهذا هذا يا جماعه هو هذا. فطحنا بالخلاط. صراحه الريحه قتاله مو طبيعيه تبارك الرحمن. وشويه الايادي. شويه ثوم وشويه زنجبيل عشان تظهر الريحه عدل قبل لا نضيف المعجون مال الطماط ونضيف الصلصه. ولازم طبعا الملح. عشان يعطيها شفتك الملح ابو داود حبيبي والله شفتك الملح الله يحفظك الله يسلم عمرك. هذا كذي عندنا تقريبا شبه جاهزه، وشوفوا عيشنا شلون انتفش دش بيوته. وعندنا راحوا يقلون الارانب طبعا غير المقليين اللي عندنا، بس هذا اللي يقلونه هني خذوا من هني وراحوا يودونه يقلونه. طلعت الريحه ما شاء الله. الحين نحط المعجون. عجيبه. حسب ما تبون عاد راهي المعجون عشان يثقل شوي، يثقل ويعطي النكهه. ولازم يا جماعه المعجون تحمسونه اول، ينحمس مع الخلطه اللي نعم حلو عشان تطلع ريحته، ولا كذي يطلع كنا ني طعمه. انا قرشتكم فخلنا نستخدم القفشه الخشب احسن. ما تطلع صوت القفشه الخشب مع انه ترى الصوت يشوق يشوق طنق اكثر. انت شوف لما تروح مطبخ برا ولا شيء تلقى اللي طبخ طاين طاين يعزفون عزف منفرد عشان يوعك زياده. نعم. بس تظهر ريحه المعجون، تغير شويه لونه طبخ. بزيد شويه زيت ابو داود. خلنا على ما تخلص الهذي. نعم. بس لك سؤال بخاطري، الطباخ هوايه من صغر عندك؟ اي نعم. ولا اكتشفتها لا يعني؟ لا ها من زمان. من صغر اي نعم. قليتي شوفوا هذا تقلى شوفوا ما شاء الله حتى لونه يشوق. نعم. خلي الحين من يمي عشان بعدين بسوي الباقي طلع. يطري عليك اول طبخه سويتها ابو داود؟ اول طبخه والله ذاك اليوم يقولون لي شنو اول طبخه؟ قلت اول طبخه اظن كان عمري 8 سنين مدري 7 سنين ما شاء الله. واحنا بالدسمه سوينا شروكه. اوه عجيب. صبيان وكل واحد جاب من بيته شيء طبق. اي وطبخنا تحت السلمة مو الأثلة، أقول ذيك عندنا سلم بالفريج اللي هو الشير الكبار نازلة. ويعني صارت عندنا مثل الكشتة. زين شنو كان نصيبك الطبق مالك؟ هو كل بونا كله طبق واحد جدر واحد قطينا فيه العيش والبزالية والبطاط والبصل وما خلينا شيء. خبصنا خبيصة. نعم خبصنا. عشان والله يتذكرون لربعنا اللي كانوا هناك، احنا كان فريجنا بالدسمة يمنا بيت بن حرز
لزيجنا وقبلنا بيت دعي وبيت معرفي وبيت الايوب وبيت العصفور في قفانه، فكانوا كل هالعيال كلنا لمتنا واحده حوسه ومنك صوف رجل العوازن. ما واجهت احد منهم بعد العمر هذا؟ والله ناس شفناهم. تتذكرون الطبخه؟ تقعد تتذكرون؟ ذيك الساعه يا هال بس يغلي شوي ايش بنزل فيه؟ بنزل فيه هذا حلو. اي نعم، وانا عشان اوريكم عندي هني يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو داود يعني انا اهنيك على توزيع جدولك. شوف ما شاء الله هذا ارانب مقليه زاهبه. نعم، بس هاللي قلنا الحين بننزله هني وهذه بنحطهم حق عقب عشان فوق العيش. حلو. يعني على هاللويه ما شاء الله والطباخ وعندك وقت للحفلات تبارك الرحمن. الحمد لله. والمجاملات الاجتماعيه. الحفلات هي برافو عليك. نعم هي اللي الاساس طبعا. الاساس نعم. انا ما بيها تصير خفيفه وايد بس شويه بس تطبخ وتالي بنزل فيها. ما تلقى صعوبه بتنسيق الجدول؟ اكيد صعبه. صعب صعب. الله يعافي الله يسلم احمد اخوي الله يحفظه وبدر اليوهر اللي ماسكين شغلي الله يعطيهم الصحه والعافيه. جزاهم الله خير. نعم نزلناه على طول هنا. انا عاد ما ضقت ملحه بس انا اذوق الملحه اذا يبي بنزيده شوي. بسم الله. الحين حطينا الارانب في هالتاليه اللي سويناها يسوون كأنهم مرقة خاطره. اها ما يبي شيء ابد كلش لا ملحتها ولا شيء. لون اي حكي تبارك الرحمن. تطق على نار هاديه ونردكم بعد شوي نكمل لكم باقي الطبق. احنا مساء قلنا لكم ننطره يستوي بس هذا هو كهوه على شارف على الاستوى بس احنا يبقى مجهزينه كهوه هني ها جاهز ومستوي وخالص. ما شاء الله تبارك الله. الحين وهذا يا جماعه اللي زاد من الحشو بخيناه بشويه ماي حشو وزاد طبعا زاد المساء وريناكم شويه هذا اللي زايد مال الحشوه الاوليه حشو الفري. نعم أنا. عشان الحين بدنا نشبه هني ونحط الفري عليه. اول شيء بنسويه هو بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه حشوته نفسها اللي داخله. الحلو ابو داود ما شاء الله تبارك ما يزود عندك شيء. لا لا اللي يزيد يعني هذا تحطه بمكان. نعم سوي لنا ما شاء الله في المكسرات طبعا وفي هلا بالصيلات وعلى طول عندنا الفري كهوه ما ننطر ذاك بعد حقه ننطره نحط هذا فوقه هذا مكان هذا. نعم هنجيبه كذي دايره ما دايره محشي ومخيط محشي وحلاته. ومخيط ومستوي. نعم تسلم الايادي الفها كذي هذه تصير واحده قايده واحده. نعم عشان تصدقون لما اقول لكم ادق التفاصيل يركز عليها تبارك الرحمن. الله يسلمك عافيه عليك. شفتوا الدهن اللي زاد يظل تحت انت لا تخافوا انه يشرب الدهن ما راح يشرب الدهن. احنا ماكلين ماكلين يشرب دهن يشرب ماي ماكلين ماكلين. عدل كذي هاي كذي. لا هذا يبي له سناب ابو داوود. اي خذ راحتك يبي له سناب هذا ما يتطوف سناب. طبعا سمح لي اني اصور على الهواء سناب. ساعة الف مباركه حبيب قلبي. الله يبارك فيك. عجيبه عجيبه. شوف سناب نبي نكمل نجفتنا قبل لا ياذن عينا المغرب. هذا جاهز ابو داود. طبعا متابعيني بالسناب يبلغونك السلام من السعوديه. عساهم سالمين. اي والله من البحرين ومن الكويت. الله يطول لي اعمارك. وصل سلامكم حق ابو داود. حياك الله. يلا بسم الله. هذه اللي سويناها التاليه المرقه الساكه على قولتهم. وهذا الارانب اللي كانت بالتاليه. نعم ما شاء الله. عاقدة ما شاء الله حلوة. اي عاقدة عاقدة الطيب. عجيب. فوقها الصنوبر. صنوبر.
الحين ننشب العيش. بسم الله. عيشنا حلوة. ما شاء الله. نثري نثري. إيه. مال الشعرية بعد. شعرية ولسان العصفور فيه. وريحته ما شاء الله عجيبة. صراحة واصلتني لهني. حبيب قلبي. تبارك الرحمن. كماري شايبة. دقوس عافية عليك. مشكورة. صراحة نغصة من الآخر. حبيبي. إي والله تسلم الأيادي أبو داود. الله يسلم عمرك. تبارك الرحمن. طبعا ما شاء الله عليك يعني فرحت كل الفئات المكفوفين المعاقين الأيتام ما شاء الله عليك السنة. أجرك عند الله عظيم والله أبو داود. يا حبيب جد قلبي. والله صحة وعافية. الله يعافيك. وهذه نحط عليه هذه الأرانب. هاك الأرانب. نعم. ما شاء الله تسلم الأيادي. الله يسلم عمرك. إي والله تسلم الأيادي حبيب قلبي. أعطيني المكسرات بابا. طبعا اللي يشوف الحين مو مثل اللي يذوق الطعام. تبارك الرحمن. نفسك ابو داود عساب الدنيا ان شاء الله حبيبي. طول اللي عمرك. ما اعطي نكهه غير شكل الاكل. الله يخليك. اي والله. منظرهم تبارك الرحمن مو مال اكل مال سنابات حبيبي. مال تصوير سنابات بس. طول اللي عمرك. الله يحفظك يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا طبعاً أبو داود عسى ربي يحفظك باسمك وباسم برنامجك أهدي هذه النقصة معنوياً إلى كل أبنائنا نزلاء دور الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعملية. والله أقول لهم هذه إهداء لكم على الهواء من الإنسان الحبيب الطيب سلمان القصار. وأنا تشرفت فيكم أنكم تابعتوني اليوم. أنا مع أخوي العزيز الغالي الإعلامي المعروف عبد الكريم العنزي واستمتعنا وياكم. وذوقوا الأرانب إذا تحبونه ما تحبون عندكم الفري لا هذا ولا هذا يربو لكم شيء ثاني بس نفس الطبخة نفس الطريقة. هم بيطلع عدل دياي حمام عدل كل الأشياء. هذا على تويس صغير. أوه. الحين تشكر منك. دينك حبيبي. مشكور وما قصر. مشكور على دعوتك. والنقصة إن شاء الله وصلت. صلت حبيب قلبي. طول عمرك. أمناكم الله. نشوفكم إن شاء الله الحلقة اللي بإذن الله. كمال الله.